سيف، عايزين نقول لك منور الدنيا. منورك طبعا. مبدئيا وجودك النهارده في الميمه ليه؟ انا جاي عشان صديقتي ساره طباخ، النهارده هي واخده بيست بروديوسر، فانا جاي عشان سبورت واشوف يعني موضوع السيرموني والجايزه والحاجات دي. ساره لسه عايشه ازمه كانت بايخه شويه بعد موضوع الشرنوبي، فانا عايز اعرف انت مقابل ده ازاي وساره عايشه الحاله ازاي النهارده. بص يعني بدري قوي ان احنا نتكلم في الموضوع ده، ان شاء الله كله هيعدي هيبقى كويس. يعني ان شاء الله كله هيعدي. اكيد طبعا ان شاء الله. عايزين نعرف انت كمان من نجوم السوشيال ميديا، اكتر حاجه مطرقعه ليك ايه على السوشيال والناس حباها منك؟ هو بس عشان انا واخد لاين بتكلم على الريليشن شيبس شويه وعلى العلاقات ما بين الولاد والبنات، فهي دي الحاجه اللي عمرها ما بتقدم، وهي دي الحاجه اللي دايما الناس تتفرج عليها، فده متهيألي ده اكتر حاجه انا بيعليها اتنشن شويه عندي. ممكن رايك في مين انجح ناس يوتيوبر؟ هل احمد حسن وزينب مثلا؟ اكرامي لسه كان متجوز برضو قريب، رايك في الشغل اللي بيحصل؟ بص انا مش بتفرج قوي على يوتيوب، انا فيسبوك شويه، فانا بالنسبه لي في ناس كونتنت كريترز بس هم عندهم حاجات تانية غير موضوع الفيديوز، بيعملوا الفيديوز يعني بشكل حاجه جنب شغلهم الاساسي. فلو هضطر اقول اسامي ممكن اقول تميم يونس، اسلام حسام، دول انجح كونتنت كريترز. حاجه بتميزهم ايه بقى؟ هم عفويين جدا، ما مش مستنيين حاجه من اللي هم بيعملوه، ولما بيجي لهم افكار بيعملوها، ما عندهمش ما بيعملوش، مش اللي هو واخدين الموضوع اللي هو حاجه لازم تتعمل، سواء عندك فكره ما عندكش فكره لازم بشكل دايما انزل عشان ابقى موجود، هم مش كده خالص يعني. ده غير هم عندهم شغل تاني غير شغلهم. ف مليون فيديو على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، ازاي تنجح وتكسر الدنيا وما فيش حد بيقول حاجه مفيده؟ فانت هتقول حاجه النهارده مفيده تبقى ايه؟ النهارده هقول حاجه مفيده؟ مستحيل. انا لو حاجه مفيده يا رب النهارده اليوم يعدي على خير ويبقى حلو وكلنا نبسط، بس ما فيش حاجه مفيده بتنتشر، خلي بالك عشان تبقى عارف كل اللي بينتشر بيبقى مش مفيد. بالظبط. هتحضر ايه فيديوهات الفتره اللي جايه، وايه اكتر حاجه انت الناس بتتفاعل معاك فيها؟ نصايح معينه ولا بشكل عام؟ هو عامه يعني اي، هو انا معظم الاودينس عندي هم بنات عشان انا بتكلم على موضوع الريليشن شيبس ده، فهم اكتر حاجه بتتفاعل معاهم بيتفاعلوا بيها هي اي تريك جديده عند ولد هم هيقفشوها، او حاجه ممكن يريليت ليها حصلت معاها حصلت مع صاحبتها، ده الكلام ده يعني. بيقفش عليك عشان انت مشرد لهم ولا لا خالص؟ مع ان انا تخيلت ان ده هيحصل عامه، ان انا هبقى عندي يعني اعداء كتير قوي من الولاد، بس لا يعني بالعكس انا بشوف ان الموضوع عادي هم بيبسطوا يعني. ما هو لحد دلوقتي محدش فاهم انا مع الولاد ولا ضد الولاد ولا مع البنات ضد البنات، محدش فاهم لسه. بس الجديد انا مش بعمل حاجه، انا اصلا بمثل، انا موضوع الفيديوز ده جه معايا ستاب كده، فانا قلت يمكن يساعدني شويه في ربنا يكرم ويجي لي بقى دور كبير، لان انا كل الادوار اللي عملتها ادوار صغيره يعني. بس دي مع ساره في الشركه، لان بدات تاخد اتجاه جديد انها تتبنى نجوم كتار يعني. لا 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 ما فيش اي كلام يعني، ما فيش اي كلام اتقال من ده خالص، انا ساره صديقتي عادي يعني اصدقاء، فانا جاي بسبورت عادي، الموضوع ملوش اي علاقه بالشغل يعني. هتيجي النهارده ساره اكيد ولا؟ ان شاء الله هتيجي باذن الله. لا 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 انا بشكرك اكتر، ميرسي جدا حبيبي.